ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد، والفيديو هو فيديو النهارده نتكلم عن دايره. والنهارده جمعنا حوالي يعني 10 معلومات او اكتر على دايلر جي مصر. ليه؟ ايه السبب ان دايلر يجي مصر؟ عشان حتى هو لحد دلوقتي ما عملش تجمع، وكل واحد مستغرب ليه ما عملش دايلر، ليه ما عملش تجمع. هو ما عملش تجمع وجاي بقاله اسبوع وما عملش تجمع في مصر، فاكيد جاي لسبب تاني. واحنا من متابعتنا ليه، انا حملت السناب شات عندي، اتمنى اصلا مش بتاع السناب شات جامد، لكن حملته عندي وقلت اشوف الاخبار عليه بتاع الدايلر. وطبعا احنا جمعنا شوية معلومات عن دايلر عن طريق السناب شات، وتابعنا القصص اللي هو بينزلها، فجينا يعني جينا نتابع القصة اللي هو بينزلها. يعني اول حاجة هو نازل بسواق خاص ليه، ودايلر نزل في قصة تانية في ستوري تانية على السناب شات، وقعد يقول اللي انا جاي مصر عامل مشاريع. يعني مش جاي مصر اللي هو يقابل الناس، لا هو جاي مصر، هو جاي مصر يقابل الناس، لكن يقابل الناس عن طريق الشغل، نطاق الشغل، نطاق الشغل وكده. هو جاي عشان يعمل اغاني، سمعنا اللي هو جاي يقابل محمد رمضان، كان يعمل اغنيه معاه اكيد يعني، وهيجي عايز يقابل كل الناس اللي في مصر، الفنانين وكده والناس الممثلين والناس اليوتيوبر وكده، ويعمل معهم اغاني عشان يزود مشروع. احنا مش متاكدين اللي هو ممكن يعمل مع ناس مشاهير عندنا هنا في مصر، مثلا مغنيين طرب او راب او اي حاجه اللي هو يعمل معاهم اغاني، بس هو على حسب كلامه قال ان انا جاي مصر اعمل مشروع كبير، واللي انا هعمل اغاني وحاجه تكسر الدنيا بعد كده في اليوتيوب. وعلى فكره في ناس كتير بتقول ان دايلر مات لانه اختفى على اليوتيوب لمده اسبوع او اسبوعين، بس هو عمل سنابه وقال ان انا مختفي، يعني انا ما متش، لا انا موجود بس واخد اجازه يوتيوبيه على حسب ما قال. واخد اجازه يوتيوبيه اللي هو ايه، راح يعني 6 ايام كده 7 ايام اللي هو اسبوع، يعني اللي هو ايه ما ينزلش فيديوهات، يستريح يستجم كده في مصر. وهو تالي بينزل يعني قرب ينزل فيديو، يعني في دلوقتي فيديو هو قال في قصه عايز احكيها لكم، قال اعملها فيديو على اليوتيوب ولا انزلها على الستوري واقولها عادي على السناب شات. فهو قال لا اعملها احسن يوتيوب، فهو في خلال الايام دي هيعمل فيديو. ودايلر برضه راح، ودايلر برضه نزل سنابيه على السناب شات، وكان في كايو فيستيفال بس ما كانش عمل تجمع. فاتوقع لو هو عمل تجمع تعمله في كايو فيستيفال، لان هو راح واشتري منه حاجات. في مقطع طريف جدا لدايلر، المقطع ده صراحه انا ضحكت عليه جامد. ليه بقى؟ انا هو المقطع اللي هقول لك عليه دلوقتي. المقطع هو في اخر فيديو على اليوتيوب ليه، اللي هو اخر فيديو على اليوتيوب لدايلر، اللي هو تحدي بيتزا اكبر بيتزا على البحر، واللي هو جاب كروما وراه وعمل اللي هو في بحر ومصيف والكلام ده. المهم هنا بقى ايه اللي هو لما جه قبل ما يجي مصر، فحال ايه، بصوا انا كده انا عايز اروح مصر، عليها 10000 واحد، قال عليها 10000 واحد وايه، ولا كتير، ناس كتير، وابغى هيصه، وقعد يعمل كده ابغى هيصه، يعني في الاخر جه مصر. تخيلوا بقى ايه اللي حصل، انا دخلت على السناب كده بشوف الستوري بتاعته، ابص كده الاقي ايه اللي حصل، تخيلوا كده الاقي ايه، واحد بس مستني ويبغى ابص كده لقيته ايه، صور سنابه مع الشخص اللي قبله من مصر اللي استناه بره مطار القاهره، وقال له انت مستنيني من كام ساعه، قال له بقالي ساعتين واقف يا دايلر ومستنيك. ادى واحده اللي معاه كده عمل كده، فاحنا سنه عمال ما نروح المطار ونستناه وكده، جه احنا صح عايزين نقابله اللي هو بس في تجمع، لان التجمع ده يكون في كايو فيستيفال مكان معروف، لكن المطار دي حاجه جديده. دايما اي تجمع بيبقى بتقابل فيه يوتيوبر، بتعرف نفسك على يوتيوبر ناس ما كانتش عارفاك. يعني لما جيت رحت تجمع اليوتيوبرز مع مستر ابو علي كان في كايرو فيستيفال بردك، التجمع ده كان حلو جدا وعرفني على ناس كويسه جدا من غير ما اذكر اسماء بقى، عشان ناس كتير قوي والله، ناس عرفتني وناس ما كانتش تعرفني عرفتني، وناس عارفاني انا كنت بكلمهم قابلتهم. بصراحه كان التجمع ده كان حاجه تبقى حلوه جدا. فلو دايلر عمل تجمع تتوقعوا
كم واحد هيجي قولنا في الكومنتات. وبس كده، لو استفدت اي معلومه من الفيديو ده خش اعمل لايك واشتراك للقناه، وخش في كل الفلوجات اللي على القناه من اول فلوج 10، وشوف بقى اخر فلوج هو فلوج 10. وبس كده، كان معكم ايه بي فيديو. سلام.